بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالصحة والعافية وبشوفتكم مرة تانية. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة، أول حلقة بعد ما الانقطاع اللي سببه عارض صحي بسيط الحمد لله، أحب أشكركم جدا. هبدأ بالأقربون، والأقربون هم المشاهدين مش حضرتك، أنت قاعد في الاستديو فاهم إن هبدأ بيه. الأقربون هم المشاهدون، جزاكم الله خيرا، شكرا لكم. يعني ألبستموني ثوبا يعني أستطيع أن أقول بكل تواضع لا أستحقه، فأنتم أهل الكرم وأهل المروءة. السؤال، القلق، الدعاء، التمني، يعني كم أنتم عظام، وكم هذه الشعوب العربية من مصر مرورا بليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، مالي، السودان، اليمن، قطر، عمان، السعودية، لا حقيقة السعودية فيها ناس كويسة، العراق، لبنان، سوريا، فلسطين، يا على فلسطين دي، يا والأردن. يعني أنتم أخجلتموني وأكرمتموني، والله يعني أنا مش عاوز أعملها بكائيات، يعني تعرف ساعات الواحد برضو بتعز يعني نفسه يشعر، إنما والله كنتم معي لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، كانت دعواتكم تصلني وأنا في أحرج اللحظات، لكن شعرت أن نعمة كبيرة من الله أن يحبك الناس على غير أنساب وعلى غير أموال وعلى غير تجارة. هذا فضل من الله عظيم لا أستحقه، لكنه من من الله. فترة حرجة مرت بالإنسان، لكن الحقيقة أنها كانت منحة من الله لتعرف من يحبك وهم كثر، ومن يكرهك. شو بيعمل لي قلب وأنا معرفش في الحاجات دي بتعملها إزاي كده. جزاك الله خير يا سيدي، شكرا. ومن يكرهك وهم قلة نادرة. يعني أسئلة وتواصلات ودعوات، شيء والله جميل وعظيم، ويبشر بعظم هذه الأمة وبعظم البشرية وبعظم المصريين على وجه الخصوص، أبناء بلدي يعني الذين تواصلوا معي، وبعظم كل العالم العربي ورغبته في الانعتاق من ما نحن فيه. رسائل كتيرة يعني زملائي هيعرضوا، لكن والله بالالاف والصفحة زي ما حضرتك شفتوها، وانا عاوز حضرتك يعني حتى يعني كل الناس الحقيقة من كل الجنسيات من كل مكان، جاءتني رسائل من امريكا نسيت اقول، ومن اوروبا يعني، وكان هناك حالة من القلق. انا الحمد لله بخير والحمد لله رب العالمين. اشكركم، أشكر زملائي في هذه القناة، زملائي في الاستوديو، زملاء الجمال دول، الشباب العظيم والجميل ده، الراجل اللي واقف عند الجيم ده، مش عاوز أقول اسمه بقى، بس هو هيجيب بقى لا تحرك الجيم بقى ويعمل حركات، واخد بالك أنت، هو ده، أيوه ده، بشكره جدا. بشكر الأستاذ إسلام بتاع الكاميرا اللي في الوش دي، هي دي، والأستاذ صبري والأستاذ عزت، أسماء كتير جدا حقيقة. النهارده جيت رجعت لقيت الورود في مكتبي، وكيكة وبتاع وتورته ومكتوب حاجة، يعني حقيقة حاجة فخمة، يعني حاجة فخمة تعبر عن محبة لا تقدر بثمن ولا أستطيع أن أدفع مقابلها أبدا مهما فعلت لزملائي في هذه القناة ولزملائي من الإعلاميين ومن زملاء حتى المهن، الأطباء اللي كانوا بيتراسلوا معايا. وفي عز الأزمة يجي لك حد طبيب كنت تعرفه من 15-20 سنة، وهو اللي يرتب لك اجراءات حاجات كتيره طبيه، تصدق او لا تصدق، وبعضهم لا اعرفه حقيقه. الحمد لله، ها نحن قد عدنا، والعود ان شاء الله ايه احمده.